مرحبا بكم مشاهدي ومشبيش في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. يعني كما كتشوفوا معنا وتبعتوا معنا عبر البث المباشر كتشوفوا لطين ديال الحولي مليوحين في شاطئ الصخري. شوفوا لطين، شوفوا هنايا الشاطئ الصخري خاص يكون البيئة ديالو نظيفة، البيئة ديالو يعني ما يعني هم مسخاش مليح فيها حتى حاجة. كما كتشوفوا بقايا البناء تاعو في الشاطئ الصخري، شوفوا الشوك، شوفوا شحال من حاجه، رغم انه خاص يكون واحد متنزه للعائلات يجيو يريحوا هنايا يفوجوا على راسهم شويه. يعني شوفوا الطين فين كيلوحوا في الشاطئ الصخري اللي صدروا واحد الريحه كريهه كريهه بزاف. ها هي دابا هاد الميكه هادي راه فيها داكشي ديال الحولي، الكرش وداك المهم داك داكشي اللي كيتحيد من الحولي كاين هنايا، الفضائل ديالو داك كاين هنا. يعني وصدروا لواحد الرائحه اللي كريهه كريهه بزاف. يعني انا وقفنا غير بزز باش نوضح لكم الامور. زائد من غير ان الطين ان هاد البلاصه هادي تيريحوا فيها حتى المتسردين، لدرجه انهم هما دايرين الكراسي ديالهم بالحجر، هما قراعي ديال الخمور باش تعرفوا ان هاد البلاصه راه خطيره عليكم. مدينة جديدة، الناس اللي بغاو يجيو هنايا هاد البلاصه خطيره. شوفوا الطين في المليوح هنا، شوفوا الطين. حنا بغينا نعرفوا غير واحد السؤال بالنسبه لعمال النظافه، اقسم بالله بغينا غير نعرفوهم فين هي الدور ديال الخدمه ديالهم. هذا عمال النظافه نهار العيد، بعدا نهار العيد عمال النظافه اوف، نهار ثاني عيد عمال النظافه اوف، نهار ثالث عيد كنشوف عاوتاني عمال النظافه ما كاينين. واش هاد المنطقه هادي محسوباش ما كايناش نتكلم منسيه ولا ما عرفت شناهو؟ اش كتشوف فما البطين؟ شوف وصدر الواحد، صدر واحد الرائحه اللي كريهه، واحد الرائحه اللي ما تقدش تقف حداها بزاف. والشاطئ الصخري خاص يكون فيه واحد واحد الجو زوين، رائحه زوينه. شوف غادي نوريكم باش تعرفوا، شوفوا الشاطئ الصخري حكي عامر بالبقايا ديال البناء. شوف فين هي النظافة، فين هي فين هما الناس ديال البيئة لأول حاجة، فين هو تدخل الناس ديال البيئة في القضية هادي؟ مكاينش نهائيا. شوف لو كان غير شي ناس من المسؤولين طوعوا وحيدوا الشوك ونقاو هذا من الحجار وداروا لي واحد الباريري وعاودوا هاد الجدران الصباغه، اقسم بالله الا يرجع هاد هو كان احسن شاطئ صخري ويرجع احسن شاطئ صخري. شوف شوف بقايا البناء، شوف بزاف شي حاجه اللي خياليه. بقايا البناء ما كتعوم في هاد الشاطئ إيه. في الليل اللي كيبني شي دار في شي حاجه كيجي الحجر كيروح هنا. هذه الرساله للمسؤولين والناس المختصين انهم يحاولوا يدخلوا في اسرع وقت ممكن. راه هذا الحال مابقاش كيعجب الساكنه اللي كاين هنا. كما شاطئ ماشي شاطئ اللي كبير، شوف كازا ولا شوف شي بلاصه كبير، اما جديده شاطئ مش يعني. شوفوا الاسباب، شوف انا دغيا اشهر دغيا غيتقاد هاد الشاطئ غيولي واعر، ولكن مع مع غدوي الناس كياكلوا وما كيشبعوش. انسان تلا كال يوكل ما يطمعش، راه انت خديتي كلشي، ها انت ديتي كلشي، ها انت ولا شي لاباس عليك.
واش راه ما غادي نغطى عند الله سبحانه وتعالى؟ كلنا غنوليو بحال بحال، كلشي غيتحط في مقام واحد، ما كاينش هذا شنو هذا، كلشي في مقام واحد. يعني الطلب ديالنا، طلب الناس المسؤولين دخلوا اسرع وقت ممكن، ونتلاقى معكم في فيديو واش الاخر في امان الله. الى اللقاء.